ان احنا نقدم استاذه كبيره، استاذه دكتوره شيرين عبد الغفار، استاذه الاطفال والاندوكرينولوجي جامعه القاهره، دايما محاضرات شيقه ومحاضرات رائعه. ان شاء الله هتكلمها انا عن ايه، اندوكرينولوجي اوف اوبيستي، مهم جدا وصعب في نفس الوقت، فان شاء الله نسمع محاضره شيقه. ايوه لسه اتفضل. شكرا جزيلا على التقديم الجميل دكتور صفاء، وشكرا لدكتوره سناء يوسف على الدعوه الكريمه. شرف ليا ان انا ابقى معاكم، وشرف اكبر ان انا اكون في السيشن المهمه جدا دي عن الاوبيسيتي، تشايلدهود اوبيسيتي اندوكراين كوزز، وين تو سسبكت اند وين تو ريفير. والحقيقه احنا كبيدياتريك اندوكراينولوجيست الاطفال الاوبيس واهاليهم بيقولنا دايما ودايما في دماغهم ان الغدد هي السبب. The parents and the children are so worried. ودايما يقولوا عايزين نطمن على الغدد، الولد ما بياكلش ووزنه عمال بيزيد، اكيد الهرمونات فيها مشكله، اكيد جسمه مش بيحرق. وبالتالي دايما في دماغ الناس انه أسباب الـ childhood obesity is number one endocrine causes. فده اللي أنا هكلم حضراتكم عنه، هو كل الـ obesity سببها endocrine causes، when to suspect an endocrinal cause for obesity، ولو مش endocrine cause هل ممكن يبقى فيه ما يسمى بالـ endocrinal complications of simple obesity، how to assess how to manage and when to refer. عشان زي ما قال دكتور سامح لازم يكون في المالتي ديسيبلينري ابروتش عشان نبروبرلي مانج تشايلدهود اوبيسيتي. خليني اتناقش مع حضراتكم في الموضوع ده من خلال كيس سيناريو عشان نبقى فيري براكتيكال. علي 13 years old boy وجاي لنا العياده complaining of progressive increase in the body weight في اخر اربع سنوات. طبعا زي ما تعلمنا في الطب we have to be very systematic and history taking is of utmost importance. خدنا present history لقيناه sleepy، عنده bad concentration at school، الأم بتقول مش بيحب السبورتس، he's lazy، ولما بيعمل مجهود بيجيله dyspnea on mild effort، وهو طبعا شكله كده باين عليه انه depressed. ليه؟ لأنه أكيد بيتعرض للتنمر في المدرسة، bullied by his mates. لما اتولد كان low birth weight، الأم بتقول كان ضعيف جدا وما بياكلش، وبعدين كان artificially fed، وبعد كده ابتدى يزيد في الوزن later on in life. He has normal motor and mental development، وكان كل ما يروح بقى لدكتور أطفال ياخد steroids كتير جدا عشان كان بيجيله recurrent chest infections. خدنا نيوتريشنال هيستوري برضو بالتفصيل، لقيناه بياخد فريكوينت سناكس، الام بتقول اه ده ما بياكلش غير وجبتين بس، بس لما خدنا ان ديتيل نيوتريشنال هيستوري هو صحيح ما بياكلش غير وجبتين، انما طول النهار كل ساعه عمال ياخد فريكوينت سناكينج، وفي اكسس شوجرز اند فاتس، ا لوت اوف فاست فودز اند سويتند بيفرجز، وبيقلب الليل نهار والنهار ليل ويقعد ياكل طول الليل. خدنا family history لقينا parents are obese، الأنكل عنده heart disease، والtwo grandparents على الناحيتين عندهم type 2 diabetes. عملنا proper examination، وطبعا كلنا عارفين إنه أول خطوة في the appropriate examination is anthropometry. ال height قسناه وحطيناه على growth curve زي ما حضراتكم شايفين، فلقيناه على 75th percentile، طويل. البادي ماس اندكس حسبناه بالايكويشن اللي احنا عارفينها، لقيناه above the 95th percentile. الويست circumference كان really high for age. He was hypertensive 140 over 90. He has no goiter. ولما كشفنا عليه لقينا البيجمنتد areas دي في الاكزيلا وفي النك اللي بنسميها acanthosis nigricans. اتعمل له investigations قدام حضراتكم، الثايرويد بروفايل ال 3T3 وال 3T4 were normal، ال TSH was increased، anti-thyroid antibody negative، thyroid ultrasound is normal.
الدكاترة طلبوا له اي سي تي اتش وكورتيسول كان عالي، بس راح لبيدياتريك اندوكراينولوجيست عمل له تيست اسمه دكسا ميثازون سبريشن تيست، قل بعديه الاي سي تي اتش والكورتيسول، الليبيدز كلها في ديسليبيديميا، والفاستنج بلاد جلوكوز اليفيتد عن النورمال 110، كلنا عارفين انه يكون اقل من 100، التو اور بوست برانديال 180 عارفين برضو انه لازم يبقى اقل من 140، والهيموجلوبين اي 1 سي 6% والمفروض يبقى اقل من 5.7%، وعامل هوما اي ار وطلع ريلي انكريست. نفكر ازاي في علي. What is the most probable cause of obesity in Ali's case? Is it endocrinal, ولا nutritional, ولا genetic, ولا drugs, ولا others, زي ما قال دكتور سامح. The pediatric obesity, endocrine society clinical practice guidelines في 2017 حتى guidelines how to assess and to manage and how to think about the cause of obesity, وبتقول لنا امتى نفكر في الاندوكراين ايفالويشن لو كان في attenuated growth velocity زي ما احنا شايفين. انا مش هغطي بقيه الجايدلاين لانها هتتغطى ببقيه زمايلي، بس لما نلاقي طفل ما بيكبرش كويس او قصير نفكر ان اندوكراينال، لو كان طويل يبقى it is a remote possibility to be an endocrinal cause. وبالتالي this is the key message number one. The clues for suspecting an endocrinal cause of obesity. Number one, short stature. نلاقي طفل أوبيس وقصير نفكر في endocrinal cause. في الحقيقة علي كان طول، فاكرين لما حطناه على growth curve كان above the 75th percentile. لو كان في sudden onset of obesity in few months، طبعا كل الأمهات بتقول ده تخن فجأة، فكلمة فجأة دي it has to be يعني studied، إنه هل فعلا فجأة ولا كل الأمهات بت over يعني estimate الموضوع. يعني لازم مثلا ساعات بنقول للأم ورينا صورة ليه من 6 شهور، ورينا صورة ليه من سنة، هل هو فعلا كان نحيف وفجأة زاد ولا لا. Sudden onset of obesity is with endocrine cause. إنما الحقيقة علي has been gaining weight over several years. لو النيوتريشنال فاكتورز ار نوت بروميننت، اخذنا فعلا ديتيلد نيوتريشنال هيستوري وداياري وفود فريكوينسي وكل الكلام بقى اللي حضراتكم عارفينه، لقينا انه فعلا فعلا الكالوريك انتيك بتاعه قليل. انما في الحقيقه الموقف ده مش مع علي. علي هاز ا باد نيوتريشنال هيستوري، علي هاز ا سيدنتري لايف ستايل، او مش اي اي سي تي اتش وكورتيزول عالي يبقى معناه اندوكراينال كوز لو كانت نون سبريسبل زي ما هنقول بعد شوية. إنما في الحقيقة لما راح علي لإندوكراينال إكسبرت وعمل له ما يسمى بالدكساميثازون سبريشن تيست، اللي هو اداله دكساميثازون بدوز معين، الليفلز اللي عالية دي وطيت، فدي اسمها سبريسبل هايبركورتيسوليزم، وده مش معناه إندوكراينال كوز، ده إتس أ فانكشنال هايبركورتيسوليزم. يبقى إذن علي غالبا مش إندوكراينال. طب خلينا نشوف الإندوكراينال بيبقى عامل إزاي. والحقيقة whatever هو إندوكراينال كوز أو whatever هو simple obesity ولو إندوكراينال complications، هو في النهاية الإندوكراين سيستم مهيمن على الأوبستي. لو جينا نبص على الكنترول of obesity عموما والهنجر والساتايتي هنلاقيه controlled by hormones. The POMC neurons in the arcuate nucleus are activated by leptin, which is secreted in the adipose tissue, and insulin secreted by the pancreas. They produce anorectic alpha MSH, which then activates the MC4 receptor in the paraventricular nucleus. ده بيؤدي للساتايتي سيجنال، يبقى ده اللي بيخلي الشخص يحس بالشبع ويبقى فيه decreased appetite ويبقى سهل عليه انه يلوز ويت. وفي نفس الوقت it also inhibits orexigens NPY and AGRP. وبالتالي الهرمون الكنترول اوف اوبيستي مهم جدا جدا، ويمكن ده تتكلم عليه دكتورة دعاء خاطر لأنه مهم أكتر في what we call monogenic obesity. خلينا نشوف مع بعض some common endocrinal causes of obesity لأن في other hormones that may play role in obesity. Let me present you ليلى حبيبة أمل and أحمد.
ليلى is 12 years old girl وفي آخر 6 شهور الأم بتشتكي إن في progressive weight gain وفي هرشوتيزم وفي polyphagia وفي abdominal distension with generalized bony pains. By proper history, there is no history of drug intake و no increased caloric intake. قلنا لها ورينا الصورة فعلا، بصوا قد إيه الموضوع فعلا مختلف. حطناها على الكيرفز، فعلا هي قصيرة وأوبيس. كشفنا عليها لقينا كوشينويد فيشيس، ديبرست، هرشوتيزم، أكني، أبدومينال ستراي، هايبرتنسيف. عملنا لها لابس، لقينا زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة الاي سي تي اتش عالي جدا والكورتيسول عالي جدا وفي لوس اوف ذا سيركاديان ريذم. وساعات بنقيس الكورتيسول 24 اور يورين لقيناه برضو ريلي انكريز. سو شي هاز ريلي اندوجينس سيكريشن of cortisol. بنعمل بقى لما بتبقى referred للبيدياتريك endocrinologist بيعمل حاجة اسمها overnight dexamethasone suppression test، بيدي 20 mic per kg، كانت non-suppressible. دي أول screening test for Cushing syndrome. بعد كده بنعمل test تاني اسمه small dose dexamethasone suppression test 5 mic per kg every 6 hours for 2 days. وبعدين نقيس الـ ACTH وكورتيزول بعدها. لو لقيناه suppressible يبقى في الحالة دي هو exogenous مش endogenous. So this is Cushing syndrome in pediatrics. وبما انه كان non-suppressible ولقينا الـ ACTH عالي ففكرنا انه Cushing disease. وبالفعل الـ MRI pituitary طلعت ان ليلى عندها microadenoma which was surgically removed، وبالتالي حصل treatment, proper treatment for ليلى. So the key message number two، مش أي حالة obese والأم تيجي تقول إن حصل sudden increase in weight، ومش بس لو لقينا الـ ACTH وكورتيزول عالي بسيط نقول this is Cushing syndrome. We suspect Cushing syndrome or Cushing disease if there is central obesity, hirsutism, hypertension, psychological depression. The course is really rapidly progressive in several months. High cortisol with ACTH but not suppressed by dexamethasone. So we have to refer to the pediatric endocrinologist اللي هيعمل هذا التست عشان يفرق is it exogenous or endogenous. لو لقينا الـ ACTH عالي يبقى this is a pituitary Cushing disease. لو لقينا الـ ACTH is low والكورتيسول هو العالي so this is an adrenal origin of endogenous hypercortisolism. قد يكون adrenal hyperplasia or adrenal tumor. طب خليني أعرض على حضراتكم حبيبة سنها 8 سنين وجايبة progressive weight gain وdecrease growth velocity وdecrease school performance. كشفنا عليها لقينا عندها goiter. المذر بتاخد anti-thyroid drugs. حطناها على الكيرف زي ما احنا شايفين لقيناها بالفعل فعلا وزنها بيزيد over the past few months والطول بتاعها بيقل والويت على plus 2 والهايت على minus 3 standard deviation. عملنا لها labs شكينا لما خدنا history كويس وexamination وشفنا الجايتر لقينا فعلا الفري تي 4 is low the TSH is high. عملنا anti-thyroid antibodies لقيناها positive وبقية اللابز كلها الـ ACTH وكورتيزول negative. فشخصنا ايه؟ شخصنا hypothyroidism autoimmune hypothyroidism Hashimoto thyroiditis. حبيبة أخدت replacement therapy levothyroxine 50 mic per kg والفولو اب بتاعها ابتدى إنها she gradually to lose weight والgrowth velocity بتاعها يتحسن. So proper diagnosis is important for proper management. So when to suspect hypothyroidism as a cause of obesity if there is acquired short stature، طفل كان كويس وابتدى الgrowth velocity تقل، recent weight gain معاه decreased physical activity decreased school performance ممكن يبقى معاه goiter، وناخد positive family history of thyroid disease لو positive ده بيبقى very important clue. لو بصينا الأمل بقى لسنها 9 سنين وجاية عندها muscle cramps و jaw locking و developmental delay وعندها brachydactyly obesity short stature وزي ما احنا شايفين عندها short first toe و short fourth metacarpal and metatarsal bones وجاية كمان معاها hypocalcemia. عملنا البون بروفايل كله اللي قدام حضراتكم. ايه اللابز اللي abnormal في اللابز اللي قدامنا دي؟ عندها low calcium high phosphate high parathyroid hormone. نفكر في ايه؟
تفتكروا نفكر في secondary hyperpara ولا primary hyperpara ولا pseudo hypopara ولا steroid induced obesity and hypocalcemia. The answer is C, pseudo hypopara, لأن الparathyroid هرمون عالي وفي هايبوكالسيميا وفي هايبر فوسفاتيميا، وبالتالي فعلا البنوتة دي عندها what we call albright hereditary osteodystrophy. وعملنا لها further investigations، لقينا عندها hypothyroidism، عندها cerebral calcifications and was diagnosed by genetic testing، وأخذت alpha calcidol and calcium supplements واتحسنت. So this is when we should suspect pseudo hypoparathyroidism as a cause of obesity. لو في short stature, hypocalcemia, hyperphosphatemia, suggestive skeletal features. أحمد بقى سنه 6 سنين وجاي بobesity وshort stature وrecurrent chest infections، وخدنا history لقيناه بياخد oral steroids بكميات كبيرة لدرجة إن في abuse of the use of the steroids بكميات كبيرة وreally not indicated في معظم الأحوال. وده الحقيقة بنشوفه دايما، بننصح إن إحنا ما نستخدمش الستيرويدز غير when really indicated and improper dosages. بصينا على اللابز بتاعته لقينا كله قليل، كورتيسول قليل وACTH قليل. الله، تفتكروا عنده إيه؟ ده ياتروجينيك كوشينج سيندروم، وعنده suppressed pituitary adrenocortical access من كتر الستيرويدز اللي بياخدها. يبقى عالي له endocrinal وله genetic وله drugs غالبا nutritional. طب وهل nutritional مش هيبقى عنده حاجة endocrine؟ لا حضرتك برضو you have to refer for endocrinal complications. يا ترى ايه endocrinal complications اللي وارد تكون موجودة في طفل؟ اصلا السبب simple obesity و nutritional functional hypercortisolism زي اللي شفناه في علي، subclinical hypothyroidism زي اللي شفناه برضو ان TSH يبقى عالي والفري تي 4 والتي 3 يبقى normal، هايبرليبيديميا، ميتابوليك سيندروم، امبيرد جلوكوز توليرنس، بري دايابيتس، ممكن يدخل بقى في انسولين ريزيستنس زي ما شفنا، وتايب 2 دايابيتس، ممكن يبقى عندهم جاينيكوماستيا، هايبوجوناديزم، امبيدد بينس. ساعات الاهالي بتيجي بالذات خايفين قوي قوي ان عنده مايكرو بينس ويطلع ان في سوبرا بيوبيك باد اوف فات هي اللي عامله امبيدد بينس. مش كل حالة TSH عالي يبقى ده سببه hypothyroidism. subclinical hypothyroidism في كثير من الأحيان مش بتبقى treated، just بتتحسن لما الطفل ده يقل في الوزن، ما بنعالجهاش غير لو TSH أكتر من 10 أو أقل من 10 بس معاها anti-thyroid antibody positive goiter أو goiter بالألتراساوند أو symptomatic hypothyroidism. نفتكر انه لازم نعمل screening for type 2 diabetes لأي طفل overweight وعنده 2 من 3 family history of type 2 diabetes، عنده signs of insulin resistance زي علي، او الام كان عندها gestational diabetes او كان عندها maternal history of diabetes. لو طلع هنعمل screening بايه؟ fasting 2 hour postprandial and hemoglobin A1C. بنبتدي السكرينينج عند سن 10 سنين or at the onset of puberty، ولو طلع negative every 3 years we should repeat it. So this is my take home message. امتى اسسبكت اندوكراينال كوز اوف اوبيستي؟ اقول السبب ان اندوكراينال كوز، لو الطفل قصير، في فعلا فعلا سادن اونست اوف اوبيستي في خلال شهور عديده، النيوتريشنال فاكتورز بعد النيوتريشنال هيستوري ديتيلد جدا ودقيق لو لقيناه نوت بروميننت، في هايبر كورتيسوليزم بس حولناه للبيدياتريك اندوكراينولوجيست، عمل له الدكساميثازون سبريشن تيست لقيناه سبريسبل، يبقى مش اندوكراين، لقيناه نون سبريسبل مش راضي يقل، يبقى ده اندوكراين كوز. وممكن يكون لازم نستبعد الاياتروجينيك كوشينج، ان الطفل ده يكون بياخد ستيرويدز من بره بهيرويك دوزز، وفي الحاله دي هيكون عنده سبريست بيتويتري ادرينال اكسس. فدايما استخدام الستيرويدز هاز تو بي جوديشس، ما نعالجش ابدا كل حاله تي اس اتش فيها عالي، وما نستخدمش الليفوثايروكسين از ان انتي اوبيستي دراج، لان في بعض ناس تقول لك ايه طب وماله، ما تي اس اتش عالي شويه ويمكن لو اديته الثايرويد ريبليسمنت اهو ازود الحرق بتاعه. طبعا انت كده حضرتك ممكن تدخله في ثايروتوكسيكوسيس. ودايما دايما نفتكر ان احنا الكشف المبكر عن type 2 diabetes in overweight adolescents especially اللي عندهم risk factors، في النهاية مهم جدا يكون في integrated care ما بين pediatrician وما بين nutritionist وما بين pediatric endocrinologist for effective diagnosis and management of childhood obesity.
Thank you very much. وسعيدة جدا كنت معاكم، وبدعو حضراتكم تشرفوني في Back to School Grand Nile Tower 20 أكتوبر، نتكلم في كل ما يخص الـ Interplay of Pediatrics with Pediatric Endocrinology. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ دكتور شيرين عبد الغفار. كعادة حضرتك دايما السهل الممتنع يعني يا فندم، بصراحه تغطيه اكتر من رائعه للاندوكرينال كوزس اوف. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا.